السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نسحب الأرباح ونسحب عملة USDT إلى منصة باينس على منصة كوكوين. يا خاوتي منصة كوكوين هذه نحوسوا نحولوا الأرباح ولا USDT في هذه المنصة إلى منصة باينس. طريقة سهلة جدا، أول الدخول إلى منصة كوكوين بهذه الطريقة خاوتي، نستنى شوية ومن بعد نديرو خاوتي نديرو رصيد او محفظة. هاي خاوتي محفظة، ومن بعد نروحو التمويل خاوتي. اذا كان عندك دراهم في التمويل دي التمويل، اذا كانت في التداول دي التداول. انا الاموال تاعي خاوتي في التمويل، نعطيكم سبيل المثال خاوتي نديرو السحب بهذه الطريقة خاوتي. نكليك على السحب، نختار عملة USDT خاوتي USDT ها هي. من بعد واش نديرو خاوتي؟ نروحو منصة باينس نديرو محفظة تمويل ولا حتى الفوري، نديرو إيداع خاوتي، نختار عملة USDT، نختار عملة ترون تي اي اس 20، نديرو النسخ ومن بعد نروحو لمنصة كوكوين خاوتي. ندخل العنوان تحديد الشبكة خاوتي، نختارو هذه خاوتي الشبكة هي تي ار اكس 20 هي، نكليكو عليها خاوتي. فهمتو خاوتي بهذه الطريقة؟ ومن بعد نجيو خاوتي اذا قال لك دي حد السحب ولا مثلا عندنا 20 اورو عفوا 20 دولار وندير السحب خاوتي. انا ما عنديش دراهم، 5 دقائق او 2 دقائق خاوتي سيتم التحويل الى منصة باينس بهذه الطريقه خاوتي. اعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.